الآن مشاهدي الكرام نروح لملف مهم جدا واحنا تحدثنا عنه ويعني نتحدث عنه لأهميته الحقيقة بشكل متكرر، وهو موضوع المساجد وإغلاق المساجد الذي ما زال مستمرا ونحن ننتظر قرارا من أي مستوى من المستويات ليحدثنا عن إلغاء هذا القرار. اليوم امبارح تحدثنا من ناحية طبية وبينا بلقائنا مع ضيفنا نقيب الأطباء الأسبق دكتور طارق طهبوب أن من ناحية طبية وعلمية لا هنالك داعي لإغلاق المساجد، والتوصية كانت بفتح المساجد كما فتح غيرها. الآن سنتحدث أيضا من ناحية شرعية، وكان هنالك بيان شرعي تحدث فيه مجموعة من العلماء والأكاديميين من الأردن، أكدوا حرمة إغلاق المساجد في وجوه المصلين في ظل واقعنا الحالي. التفاصيل سنطلع عليها مع أحد الموقعين على هذا البيان الشرعي، وهو الرئيس الأسبق للهيئة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في المساجد الدكتور ماجد العمري. دكتور ماجد مساء الخير. حياكم الله. الله يمسك الخير أخي ينال، حياكم الله. حياتي لك يا دكتور. يعني بدنا تفاصيل توضحها لمن يشاهدنا الآن ويستمع لدكتور ماجد، لماذا أنتم معترضون على قرار إغلاق المساجد؟ أخي الكريم الله يمسك بالخير ويمسي الإخوة المشاهدين، والشكر للموصول لقناة يرموك وإدارتها. حقيقة إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على أحوال الأردن لمحزونون. يعني بيوت الله عز وجل هي رمز العبودية لله عز وجل وتعبيد المسلمين لله وحده لا شريك له، والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله عز وجل يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. حقيقة في جائحة كورونا لما كان الحظر الشامل كنا قد تفهمنا أن جميع قطاعات البلد أغلقت ومن ضمنها المساجد حتى لا تحدث هناك تجمعات قد تؤدي إلى انتشار الوباء. لكن أخي الكريم المؤلم الآن والمستهجن من الحكومة ومن وزارة الأوقاف أن تفتح كثير من القطاعات ثم يغلق المسجد. يعني لا مبرر شرعي ولا مبرر طبي ولا مبرر وقائي. علما أخي ينال في تواصلنا مع الإخوة الأئمة في مساجد المملكة هناك التزام كبير من المصلين في من ناحية التباعد الاجتماعي ومن ناحية الإجراءات السلامة والوقاية وما إلى ذلك. فنحن أصدرنا هذا البيان الشرعي الثالث حتى نقول للمسؤولين ونقول لملك البلاد حفظه الله المسؤول الأول عن الأردن وعن شؤون الأردنيين أن الآن إغلاق المساجد حكمه الشرعي الحرمة القطعية، ويؤدي ذلك إلى إغضاب الله عز وجل بهذه المعصية الكبرى. هذا أمر خاصة أخي ينال أن المسلمين إذا أصابهم الكرب أو الجائحة يجأرون إلى الله، يطرقون بابه، يسجدون ويركعون وينكسرون ويتذللون لله عز وجل. فنحن نقول للحكومة ولوزارة الأوقاف أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل عن إغلاق هذه المساجد. وتواصلنا مع الإخوة الأطباء والمختصين، كثير من الأطباء والمختصين منهم الأخ الدكتور طارق طهبوب نقيب الأطباء الأردنيين لم يعطي أي مبرر لإغلاق المساجد في ظل الحظر الانتقائي. لا يجوز حظر انتقائي، لا يجوز. الناس مكتظة في الأسواق، في السوبر ماركتات، في المولات، في جميع المناطق مكتظة الناس بعضها فوق بعض ثم تغلق بيوت الله. إن هذا لشيء عجاب. نعم. يعني أنا يعني بدي أشكرك الحقيقة دكتور ماجد على كل ما تفضلت، ربما يعني هذا توضيح من ناحية شرعية ومن ناحية أيضا علمية ومنطقية ومستندة إلى واقع المعطيات
التي احنا يعني نعيشها اليوم. ونتمنى ان يكون هناك استجابه لهذا البيان الشرعي الذي ذكرته دكتور ماجد، واللي من مطالب الشعبيه الاردنيه. شكرا جزيلا لك الرئيس الاسبق للهيئه التحضيريه لنقابه الامه والعاملين في المسار الدكتور ماجد. تفضل. تفضل. الله يكرمك. تفضل دكتور. احنا بياننا بيان سلمي وحضاري وراقي، نخاطب المسؤولين بالحكمه والموعظه الحسنه، ولسنا صداميين ولسنا هجوميين، لكن نقول لهم يجب ان تفتح المساجد ولا يجوز ان تغلق. ونهيب بالاخوه في الاردن، المؤسسات، التجمعات، الاحزاب، كل شرائح الاردن ان يرفعوا صوتهم عاليا لتفتح بيوت الله امام المصلين. شاكرا لكم اخي الاستاذ. كل احترام. شكرا. شكرا جزيلا دكتور ماجد العمري، يعني بهذه الكلمات الواضحة الحقيقة، وهي يعني تؤكد سياق كبير الحقيقة، يعني علماء شريعة تحدثوا فيه ومختصين أطباء ورأي عام. بالنهاية رأي عام من حقه أن تستمع له الحكومة وأن تستجيب لمطلبه وتضع شروطها الصحية الوقائية. ما حدا بزعل، ولكن يعني تفتح المساجد ثم تضع الشروط ولا تغلقها، على الرغم من يعني استجابة كانت كبيرة جدا من رواد المساجد بالتحديد يعني لهذه الشروط. وصلنا لختام حلقتنا لهذا المساء، شاكرين لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إن شاء الله نلقاكم غدا وأنتم بأفضل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.